يا شيخ غفر الله لك، في رجل توفى وعندما وضع على خشبة الغسل أسرد وجهه عن القبلة حتى انتهى تفصيله، وعندما وضع على القبر وعندما وضع في القبر حصل هذا، وأنا من المشاهدين له. سألت على أولياء وقلت لهم ليش كذا، قالوا ادعوا له بس بالمغفرة، المهم اني حاولت اني افهم، قالوا انه كان ما يصلي وكان مدمن في الخمرة. نسأل الله لا حول ولا قوة الا بالله. نعم هذا وقع، انا اللي غسلتها بنفسي، هذا وقع للناس كثيرا. يدعى له اللي ما يصلي لا يغسل ولا يصلي، يصلي ما درينا يصلي بعد الدفن، ما عرف بهذا الا بعد الدفن. الله لا لا حول ولا قوة الا بالله. كثير من الناس وأو آيات في القبور، وأو آيات في القبور قد يفتح القبر بعد الدفن لحاجة، إما أن ينسوا فاروع أو عتلة أو مسحاة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور عجائب، بعض القبور تفتح، فإذا جاء صاحب مسحاة بمسحاة فإذا في عنق الميت تشتعل نارا، وبعضهم إذا فتح القبر وجده يشتعل نارا على صاحبه كله. أراهم الله بعض العجائب والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل ما سألك، هذا يقال ما يصلي، هذا يقال ما يزكي، هذا يقال كذا وكذا. أنا بنفسي منذ 40 سنة تقريبا، منذ 35 سنة تقريبا، قال لي واحد من البادية إنهم ذكروني أن عمة اللي تصيح لقبرها، قلني استغربت هذا. رحنا بعد مدة طويلة وجه وقف عند قبر فسمع صياح من القبر، فذكر فسأل عنها أصحابها وقالوا إنها لا تزكي. تصيح مدة طويلة ويسمع صياحها في القبر. لا حول ولا قوة. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال: مررت على قبرين فإذا هما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البر، وأما الآخر فكان يمشي بالنمش. هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، واحد يعذب إنه ما كان يتنزه من البول، ما يتنزه من البول، تلطخ بالنجاسات ولا يبالي. معنى من تلطخ بالنجاسة ما صحت صلاة نسأل الله العافية. والثاني يمشي بالنبي بين الناس بالقيد والقال، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، ألف لان قالوا في كذا، يشب النار بين الناس نسأل الله العافية. القبور لها أهوال، القبور لها أهوال كثيرة نسأل الله العافية. نعم نسأل الله. لكن يا شيخ من الفتاوى الشيخ الصادر حتى في كتاب شو اسمه للشيخ العثيمين جزاه الله خير، الضياء اللامع، قال الضوء اللامع فيه، نعم قال: اذا كان الانسان ما يصلي فعلى وليه ان يبلغ الناس انه كان ما يصلي ولا يصلى عليه ولا يفهم مع المسلمين في مقابرهم. صدق صح. طيب دامت يا شيخ هذا حاصل، ليش بعض الناس يعملون على انه يصلي يروحون يدفنون في محل بعيد عن المسلمين وخصوصا حفره في الحفره البعيده عن الناس عن القبور، يسوى عليها الرد ولا يدرى عنها. ولكن يا شيخ اللي يتعمدون بدفنهم ويغشون الناس ليش